العربية. وها هنا أنا ألتمس أمامكم إلى أخينا المكرم، فليتقدم مشكورا إلى المنصة وليختم أمامكم باللغة العربية الفصحى، والأخ الأفضل محمد نويد خان. نحن نلتمس إليه أن يتقدم إلى المنصة فليخطب أمامنا بالخطبة بالعربية الفصحى، الأخ نويد خان من بشاور. الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل أفضل الكتاب على أفضل العرب والعجم، وجعل لسانه عربيا مبينا، وإنه لفي زبر الأولين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلوات الله وسلامه عليه، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال رسولنا ونبينا صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاث: لأني عربي، والقرآن عربي، ولغة أهل الجنة عربي. إخواني المتحابين في الله، إنه لسعادة غامرة وشرف كبير ومنة عظيمة وفرصة سعيدة من الله بها علينا حيث جمعنا في هذه الحفلة الميمونة، ونسأله جل وعلا أن يجمعنا في جنات النعيم كما جمعنا في هذه البقعة المباركة. أحبتي في الله، لا شك أن اللغة العربية لها دور ومكانة في نشر العلوم الإسلامية في أرجاء العالم، ولو لم تكن اللغة العربية لما فهمت الأمة القرآن والأحاديث، ولما توحدت على كلمة واحدة. ففرض على الأمة تعليمها وتعلمها، وفي هذا الصدد قال عمر رضي الله عنه: تعلم العربية فإنها من دينكم. وقال ابن تيمية رحمه الله: تعلم العربية من الدين وتعليمها واجب. أيها الأحبة، انظروا إلى تراثنا العلمي، كم بذلت نفائس قيمة في نشر العربية، وكم بذل علماء الأمة قصارى جهود للاهتمام والعناية بها، لأنهم قد أدركوا أنها لغة الإسلام ولغة التي نزل بها القرآن الذي تحدى الإنس والجان وحير العقول والأديان، ولغة التي تحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأدخلوها في المسلمين عندما فتحوا البلاد والأمصار. لكن هناك سؤال يتطرق في الأذهان: لماذا صارت هذه اللغة أجنبية عند المسلمين اليوم؟ حتى العلماء على الرغم هم يدرسون ويدرسون كتب العربية، ولكن قل من تجد يتحدث بالعربية ويعتز بها. أين حبنا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أين حبنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولغته؟ هل تحدثنا بلغته وعلمنا أولادنا؟ وهناك كم تجد من بيوت المسلمين في بلاد الإسلامية الذين يتكلمون مع أولادهم باللغة الإنجليزية فخرا واعتزازا بها. تعالوا معي أخبركم عن مخططات الغرب تجاه اللغة العربية. ولما حاول أعداء الإسلام أن يحرفوا كلام الله ما استطاعوا، لأنه سبحانه وتعالى تعهد بحفظه حيث قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وحملوا سلاحا آخر بعد فشلهم، ألا وهو نشر اللغات الدارجة بين الشعوب الإسلامية وإبعادهم المسلمين عن اللغة الفصحى.
والآن قل من تجد تتكلم بالفصحى، وما زالت محاولات جارية. وصدق الله إذ قال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وأخيرا أرجو من جميع الإخوة أن يتعلموا العربية ويعلمها الناس، ويعلم أبناءهم وأولادهم، ويتحدثوا مع أولادهم باللغة العربية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.